الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الرابع من هذه المحاضرة الرابعة، والذي سنتعرف فيه إلى رسمة مساقط البراكت اللي أمامنا هنا على PDF. مثل ما عملنا في الشافت، نسكر الشافت ونفتح الإيش، نفتح ماذا؟ نفتح البراكت نفسها. ايضا نفتح الـ A4 template عشان الرسمه، ونعمل لها سيف اس باسم البراكت. نعمل لها سيف اس هنا براكت في المكان المختار، طبعا وين ما تبغى. نعمل سيف، راح نغير العنوان هنا. رايت كليك على شيت، اديت شيت فورمات، دبل كليك على الاسم، اسم البارت بيكون ايش؟ بيكون براكت. اسكيب مرتين، تمام. اف، رايت كليك على شيت، اديت شيت، تمام. ايضا خلينا نشوف كلاس ورك نمبر كم. كلاس ورك 6، وهذه كلاس ورك 6 برضو. طيب خلينا نعدلها هنا، رايت كليك، اديت شيت فورمات، هنا كلاس ورك 6، اسكيب، اف، رايت كليك، اديت شيت، ونعمل حفظ. من وين نجيب هالبراكت؟ نضغط هنا على جنب اليمين فيو باليت، نفتح السهم بارت 2، اسم الفايل يعني اللي معانا. نعمل، ممكن تعمل ايش؟ ابديت، طلع معنا البراكت. اول ما نجيب الايسومتريك نخليها هنا. شكل الايسومتريك هنا كبير شويه، بيضيق علينا، فنيجي على النافذه اللي فتحت على اليسار، يوز كاستوم سكيل، ونخليها 1:2. اوكي بيكفي، 1:2 بيكفي. عدل المكان براحتك، السكيل هنا، خلاص حفظ. راح نجيب المساقط الثلاثة. كيف راح نجيب المساقط الثلاثة؟ من وين راح نجيبهم؟ اما نجيبهم من هنا، او انه نجيبهم من فين؟ فيو لاي اوت 3 ستاندرد فيو، تضغط عليها 3 ستاندرد فيو، تفتح معك بارت 2 اللي هي مفتوحة اساسا. لو هي ما مفتوحة تروح تعمل براوز وتدور على القطعة اللي تبغى ترسمها، تضغط دبل كليك هنا، تجي معانا ثلاث مساقط. طبعا الشكل صغير هنا، ليش؟ لانه اجت معانا سكيل 1:2، شوف تحت 1:2، احنا نبغاها 1:1، 1:1، خلاص كبرت كلها. التسميات هنا نمشي نشيلها، ديليت ديليت ديليت، لانه السكيل اوريدي مكتوب تحت هنا 1:1. نوزع الفيو طبعا بأماكنها، عشان نجيب المقاسات، ونعمل حفظ، تمام. يلا نجيب المقاسات كلها بناء على اللي موجود في PDF. طيب 40 و60 على اليسار هنا، نروح نعمل حفظ، نرجع annotation smart dimensions. يلا معانا هنا كم؟ 40، ومعانا 60 إلى المحور، من هنا إلى هنا، لا نبغى المسافة، smart dimension، من هنا إلى هنا 60. طيب إيش معانا أيضا؟ 12 و15، يلا هذه 12 وهذه 15، مش غيره، 15 تحت على الفيلت. طبعا يعطيك أربع أجزاء من الدائرة، أي مكان تبغى ترسم فيه أو تكتب فيه المقاس. نبغى من الجهة هذه، جرب شوية كده،
تمام. ايوه طيب، ايش ثاني؟ خلينا نعطي حفظ. عندنا 10 ثيك مثالي، سمارت ديمنشن، عشرة حفظ. انهينا الاليفيشن، نروح للبلان. الان عندنا 72 وعندنا 12 في 12. طيب اثنين وسبعين وعندنا 12 وعندنا 12، طيب 10 في الوسط. الثيكنس هنا 10، عندنا هنا 12 في 12 المسافة، من هنا إلى هنا. كنترول زد، أبغى من هنا إلى هنا 12 في 12 حفظ. 48 بين المحاور، من هنا من هنا الدائرة هذه إلى الدائرة هذه 48 حفظ، انتهى الموضوع. طبعا كلكم شايفين السايد فيو هذه، تمام. طيب ابغى هذه السايد فيو نعملها سكشن، اروح اعمل تحديد للسايد فيو هذه بس واعمل ديليت، انتر، راحت خلاص. ابغى اعمل سكشن، كيف؟ يلا نعمل حفظ ريبيلت، يلا نروح للسكشن فيو لاي اوت. تشوف هنا سكشن، طبعا يمديك تعمل رايت كليك بتطلع لك كل هنا، رايت كليك بتطلع لك كل شيء، even right drawing views منها section view. طيب نعمل section view، تختار أي اتجاه، شايف هنا مربعات، طبعا هنا البلين راح يكون عمودي. طيب في أي مكان راح يكون على المحور مباشرة. أوكي طيب نقول له أوكي من هنا. طيب من أي جهة تبغاه؟ نبغاها من هنا، لكن راح نعكس الأسهم، الأسهم هذه راح نعكسها، شايف؟ نقول له إيش؟ flip direction. أيوة ممتاز ممتاز. طيب في قاعدة عندنا بتقول إنه الويب هذا ما يهشر، ما عليه تهشير. طيب خلينا نعمل حفظ. المشكلة اللي حصلناها هنا طبعا شباب، المشكلة اللي طلعت معانا هنا انه هذا الويب، هذا الريب يطلع معانا عليه هاتشينج. السؤال هنا الشغل الصح انه لازم ما يكون عليه هاتشينج. طيب كيف نشيل الهاتشينج؟ سوليد ووركس هنا ما يعرف انه هو ايش؟ انه هو ريب. فالحل ايش؟ الحل انه لازم نعرف انه هذا ريب، ما يصير عليه هاتشينج. فنروح الى القطعة الاصلية، نفتح معانا القطعة الاصلية اللي هي بارت 2، عندنا بارت 2 طبعا، ايوه هنا. نروح على القطعة الاصلية هنا، ركزوا معايا. الريب هذا ما مشتغلينه بالطريقة الصح، يعني ما هذه، فنروح نشيله ونشتغله بالطريقة الصح. طيب هو فين؟ هنا معانا لازم نشيل الاكسترودد هذا. طيب نعمل ايش؟ نشيل معنا هذه كلها، ديليت، هذه بنوسعها إلى هنا، نقول أوكي عفوا أوكي. يطلع معنا مشكلة، نقول أوكي إغنور،
كلوز. صار معنا كت اكسترود ما مبينه، بنشيلها ديليت. اوكي كلوز. السكتش هذا ايضا بنشيله ديليت. اوكي هلا راح نعمل ريب. اوكي نعمل ريب، نضغط على ريب. لازم نعمل سيلكت بلين، نختار البلين المسطح اللي راح نشتغل عليه طبعا اللي هو في الوسط، رايت بلين. هذا رايت بلين، رايت بلين هذا نجيبه نورمال ونرسم عليه ايش؟ خط الريب اللي هو من هنا شكل المثلث الى هنا. نجيب المقاسات طبعا، عندنا مقاس انه من هنا الى هنا 40، نعطي انتر. اوكي 40 نعطيها اوكي. نطلع من السكتش على طول، يطلع معانا عرض الويب 10. طبعا جهة الماتيريال شايفين السهم هذا جهة الماتيريال صح، بنقول له اوكي. وهنا رسمت معنا الويب بالطريقة الصحيحة، نعمل سيف ونرجع للدراوينج. نرجع للدراوينج، تمام، نعمل حفظ. نيجي هنا نعمل رايت كليك على السكشن، نضغط على Properties Section Scope. هنا يطلب منا الريب، فين الريب اللي نبغى نخفيه؟ هذا الريب، نقول له أوكي. خلاص طلع معنا الريب هنا ما مقطوع حفظ. باقي معنا بعض المقاسات على طول نعملها. Annotation Smart Dimensions، طبعا قبل الـ Smart Dimensions خلينا نعمل Center Line هنا، ممتاز. بعدين حفظ، نروح لسمارت دايمنشنز. شو المقاسات اللي رايحة علينا؟ طبعا الأربعين، الخمسة، الخمسة، الأربعين، هذه والخمسة مليمتر، هذه والخمسة مليمتر، هذه أيضا 35 في 40، 35 من هنا إلى هنا طبعا 40 و 13، ممتاز. F نسيف خلصنا البراكت، تمام. هنا نروح نعمل ايش؟ سيف اس عشان تطلع معنا بي دي اف. تكتب اسمك طبعا والرقم الجامعي، هنا بي دي اف. طبعا في الاختبارات وفي الاسايمنت لازم ترسلها كده فورمات سوليد ووركس. اوكي.